It's not it. السلام عليكم خوتي اخواتاتي. اليوم الحمد لله صبحت شويه بخير. الحمد لله اكيد الصباح بخير. هو اكثر من 80,000 واحد كيدعم معاه. نمشيو نفطروا ان شاء الله. عاد يسمحوا لخوكم بزاف على الصوت لانك ما قلت لكم يلا دخلنا لشيطوان، قلت لكم راه شيطوان كيكون فيها الريح. جميل. مره اخرى شراك شيطوان تما تقريبا بحال الشاون ياك، عندهم هذا الفطور الجميل والرائع. نمشيو لفنيدقية، غنمشيو نشوفو مكان جديد ونتلاقاو مع ناس جديدين. دابا غادي نتلاقاو مع مروان. يا مروان، حيت كنت فرقت معاه كان عنده شي خدمة وشي شغل، هذاك الشيء علاش دابا قال لي ضروري ما تشيو لفنيدق. فنيدق غتكون آخر محطة لنا في تطوان ونواحيها. أمين حبيبي. واش بخير؟ كيف عليك؟ أخيرا غادي نتلاقاو. أخيرا غادي ولكن اخوتي هذا المنظر والله حتى بزاف الطبيعه هنا ديال بصح يا ما شاء الله. جينا لحد بلاصه عاود ثاني واعره بزاف، سميتها جوهره. سمير جوهره. سمير شوف هنا شمس. ما تصوري جري تبعوني علاه ما صاحبي هادشي ديال ولا ولا هادشي كيدير هادشي العالم يا عاوتاني. ها دابا لقيت ولا جينا لمارينا سمير. ووو يا اختي منطقة ديال الأصحاب الناس الكاليتي ياك. غادي بزاف هنا عمال ولا جماعات ولا والو غير موظفين هكا شي تخلصوا من الدولة وراه عندنا غير الله والملك. شكون اللي معايا؟ معايا فكري من
ندير معاك رفالة يا خويا. هذه أصيلة مزيانة هذه. دابا هذاك برنامج داك داروا آلية تشارك فيه ولكن راه ما كاين لا تشاور لا يحزنون. والله ما كاين حتى شي حاجة ما بقيت استعمار. وصلنا دابا ليش وصلنا؟ كاستياخو نيدا كتسراو في الفنيدق. هنا شنو باش نعرف الفنيدق هنايا؟ باش نعرف الفنيدق هنايا؟ الفنيدق معروف بواحد المسيره الاسواق اللي كتشوف بحال هذا الملابس وداك الشيء الملابس السلعه ديال برا معروف هو بهذا الشيء. دابا كي سنابي بزاف من العائله يقول لك ايوب علاش جيتي للفنيدق ما قلتيش لينا دابا في سناب شات يعني كنقول راه انا في الفنيدق انا في هذه هذه في هذه واللي تواصل معايا في سناب شات وقال لي ايوب راه باغي نشوف داك الشيء اكيد غادي نقول لي انا في البلاصه لان في سناب شات كتشوف اللحظه بلحظتها اما في الفيديو راه كتشوف حتى الغدا ساك نكون مشيت وداك الشيء. هذا الشيء علاش قلت لكم دخلوا سناب شات شوفوا هذا هو سناب. يعني راه قلت لكم اخوتي يعني شكون اللي عنده سناب ديال خوهم في الفنيدق ما عرفتش. المهم انا مرحبا المدن اللي غنمشيو لهم صغيورين بحال الفنيدق وداك الشيء يعني ما نقدرش ندير فيهم ميت اب وداك الشيء. سو سناب ان شاء الله يكون احسن وسيله باش تعرفوا خوكم فين كاين في اللحظه. دابا ودابا اخوتي جينا احسن وقت عند خوكم احسن وقت عند خوكم القص وزع الله 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 البركه ديال اليوم تبارك الله الله خير. دابا مروان ها يس 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 داك انت بخير بزاف ياك الله يعزك الله يلا بخير كله الله يحفظك. دابا ان شاء الله غادي نمشيو باش نجدو طاكسي ورجعو تيطوان. واو خوتي كما كتشوفوا هذه اللي كتشوفوها دابا هي سبته. جدا طلعوا بجبيكم واخا واخا الله. السلام عليكم خوتي خبات لكي عرفتي كاين البرد هنا بزاف عرفتي فين كاين البرد الله يحفظ لنا ما سواس عرفتي مريض اكثر من ها اكثر من اليوم وياه البرد بزاف ياك السلام عليكم الله بخير لاباس عليك كلشي مزيان الحمد لله الله يبارك فيك كلشي اللي كنعد المزاول ياك اخي العائله هاي اللي حنا لقينا العائله هنايا بخير يقول لك تشوف شي حاجه ياك نشوفكم ايطاليانا من ايطاليا الله 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 ها الناس ديال ايطاليا واخا مزيان والله الحمد لله والله الحمد لله الله يعزك ياك شوف شاون واو كما كتشوف اخوتي دابا لقيت انا رجعت المارتيل باش نمشيو للدار ان شاء الله. وسط وقت زوين مع خويا مروان والله الا شنقول شكرا بزاف. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا لي كيفاش تلاقيتي مع مروان كيفاش تلاقيتي مع مروان مروان جاب الله باش يتلاقى ايوب والله يا وبس عارفوا مروان والله الا دار مزيان انه سرد لي ميساج في الفيسبوك وسميتو يعني ماشي فهمتي واستسمع على الناس اللي كيسردوا لي اللي كيصيفطوا لي ميساجات وما كتجاوبهمش راه خويا مروان عاش معايا عاش معايا التجربه ديال 3 4 ايام دابا وخمس ايام خمس ايام دابا في تطوان وراه شاف كلشي بعيني ياك مكرا لا حيت بزاف الناس انا بديت صاردوا الميساجات كيقولوا كيصاردوا ايوب ميساجات وما قالوا حتى اليوم فايوب كيجيو له بزاف الميساجات ما يقدرش يرد على كلشي ان شاء الله الله يلاقيه مع مروان لا تقرين ماشي غير مروان واحد في المغرب كامل الله يجيب له التيسير وكنديهم امين يا رب امين الله يحفظك كنديهم الله يحفظك ويتلقى الناس بزاف الله يحفظك الله يلاك راك عزيز بالله
الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك لا ما تهلاو في ايوب بزاف تشاو تشاو رجعتي يلا رجعت دابا للدار. نهار اليوم داز رائع جدا، شفنا فيه بزاف الحوايج، شفنا الفنيدق، شفنا المضيق، شفنا مارينا سمير، شفنا بزاف الحوايج الجميله والرائعه. احسن حاجه طرات اليوم هي شفنا ديك الحدائق الجميله الخضراء اللي دايرينها هنا في الفنيدق والمضيق ومارينا سمير. وغدا ان شاء الله اخوتي غيكون تجربه جديده لينا ان شاء الله. غدا خوكم غادي يمشي لطنجه، يا غادي لطنجه باش نعيشوا عاوتاني تجربه جديده ونشوفوا ناس جداد عاوتاني ونشوفوا اشياء جديده واماكن جديده ان شاء الله. زوج دعم اخوكم، باش غدعموا اخوكم هو دعموا بديك اللايك اللي كديروا في الفيديو وداك الكومونتير الجميل والتساؤل. طرحوا لي اي شيء بغيتوا ديروا، اي فكره جديده بغيتوا نضيفوها، احنا غاديين في رحله التغيير. اي شيء جديد بغيتوا تضيفوه لاخوكم، اي معلومه، اي اقتراح، اي حاجه كتبوها لتحت وان شاء الله راه كنقرا ميساج بالميساج، غير ما كنقدرش نجاوب على واحد بالواحد، ولكن والله حتى كنقرا واحد بواحد، سواء كان سلبي سواء كان ايجابي كيخوكم كيقرا واحد. هذيك هي الطاقه الايجابيه اللي كتعطوني، هي من كتعطوني اقتراحات ديالكم جديد اللي كتخليني نطور. تلقاوني دخلوا الانستغرام ديال اخوكم، تلقاوني لحت واحد الفوتو وديروا ليها لايك 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 لايك. كما قلت لكم الهدف ديالنا في هذه الرحله ان شاء الله ما نساليو هذه الرحله، تلقاو السوشيال ميديا كامله ان شاء الله فيها اكبر تفاعل، تفاعل كبير ان شاء الله، لان هذا هو الطاقه ديال اخوكم الحقيقيه اللي كتخليه يتعب على التصوير، كتخليه يتعب على انه يصور ويدير فيديوهات يوميا وانه يتحمل المونتاج في الصباح بكري وداك الشيء. هذه هي الطاقه الايجابيه الحقيقيه. يلا اخوتي غنقول لكم تشاو تشاو، وغدا سيكونوا اجمل اجمل ان شاء الله. الحمد لله غاشي يلاه غاشي دابا سالينا وداكشي، سو ما عرفتش كاين البرد بزاف 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 بزاف.